بداية أنا أحب التصاميم المعمارية والهندسية بشكل عام يعني، والتصاميم ثلاثية الأبعاد بالخصوص اللي اشتغلت عليها لفترة. كنت أتفرج أفلام وثائقية شلون البنايات تنبني، شلون تندق الركائز، شلون يوصلون إلى ارتفاعات معينة، وكذلك أبحث عن البنايات ذات الطابع المعماري المتميز واللي به مسحة تراثية أو شيء يعني يشير إلى تاريخ أو تراث هذا البلد. لما اجيت اسوي استخدمت عود الثقة بالبداية كصدفة كتجربة، يعني قلت خلي اجرب استعمل هذا الشيء، شيء قليل يستعملوه، خلينا نقول مادة هي من البيت كانت عندنا باستخدامها وتقريبا هسه تلاشى استخدامها وانتهى، فحاولت اطلع فد شيء مميز من هذا العود الصغير. صغر العود وشكله يفيد بهواية امور، كونه مستقيم صغير بالرغم انه هو سهل الكسر، لكن تقدر تطلع منه الشكل اللي تريده، سواء كانت عماره او فتشي منبسط، مقوس، قبه الى اخره، اي شيء تقدر تريد تطلع منه تقدر، لان هو سهل التقوس، حجمه صغير، ينطيك السطح اللي تريده وفق ما انت ترسم له الحجم مالته. جربت صدفه كوني طالب في جامعه بغداد ان اسوي برج الرئاسه مال جامعه بغداد، غلطت اكثر من مره، انكسرت عندي بعض الاجزاء، استبدلتها باجزاء اخرى لحد ما طلع عندي الشكل الاخير. لما نشرته الكثير من اصدقائي والاهل شجعوني انه هذا الفتشي حلو، انه حاول تسوي بنايات اخرى. بعض الأشخاص قالوا ليش ما تعرضها للبيع، والبعض أيضا طلب شرائها، لكن بالوقت الحاضر أنا معتز بيهن، أخلي هاي القطع إلي، لكن ربما إذا أحد يريد مجسم معين أو أوردر معين يوصيني عليه ممكن أشتغله مقابل مبلغ مادي معين، لكن ما أفكر أخذها كمهنة أنه أعيش من عندها. أنا عندي وظيفتي، الوقت اللي يفيض عندي أسوي به هاي الأمور. ربما تسمع بعض الانتقادات يقول لك هذا ما عنده شغل وعمل، قاعد شهرين حتى يسوي هذا الشيء. أنا أشوف أنه هذا الشيء جماليته لما يكمل، لما أشوفه أنا وأقتنع به أشوف أنه الوقت ما راح أدر عليه، أنه أنا قدرت أنتج شيء، حتى لو أنه شيء قيمته المعنوية مو كلش كبيرة وقيمته المادية مو كبيرة، أنا أشوف جماليته كلش كافية أنك تستغل به هذا الوقت. وتعرف إحنا شباب ربما يزيد عندنا وقت فراغ ساعة أو ساعتين، تقعد بي على الفيسبوك، تروح ويا أصدقائك للقهوة، فتلقى وقت فراغ، يعني دائما أكو وقت فراغ، وهذا ليس هدر للوقت. الأعمال أنا أحاول أكبرها، كل ما كبر الحجم يزيد التحدي، لأن تعرف العود صغير ويحتاج إنه عدد أكبر يحتاج وقت أكثر، أحاول إنه شلون أقدر أسرع هاي الأمور، يعني 3 أشهر أو 4 أشهر مدة طويلة، ربما أنت بالسنة الواحدة أقدر أنتج لي 3 أو 4، أنا أحاول أن أنتج أكثر بطرق أكبر. فبالممارسة تطورت، كنت سابقا ربما اللي أكمله بشهرين هسه قدرت أكمله بشهر. الفكرة الأساسية اللي أريد أركز عليها إنه لما أكمل المدينة الكاملة أدخل بها بمعرض وحدها، وهذا سبب رفضي للمشاركة بكثير من المعارض اللي اقترحوا علي أن أشارك بها، لأن أنا أشوف إنه لحد الآن أكو شغلات ناقصة، لما أنت تنظر تحس إنه أكو قطعة ناقصة، لما تكمل حتكمل المشهد أكثر وحتعطيك الصورة اللي أنا أريد أوصل إليه. ركزت على مدينة بغداد لأكثر من سبب، ربما لأول سبب لأنه أنا عايش بيها وترتبط بينا ذكريات بهاي المعالم، لكن نريد نوصل هذا الشيء إلى فتشيع، يعني نطلع من الجانب المحلي نوصله إلى فتشيع عالمي، إنه إذا شاركنا بمعارض دولية حينعرف إنه هاي بغداد إنه بيها تصاميم معمارية، بيها تصاميم فنية، بيها بنايات طابع تراثي، وكذلك عندنا بنايات قديمة عمرها 300 سنة و 400 سنة وأكثر. فأريد تركيز عالمي على هاي الأمور، إنه ليش دائما نظرتهم إنه بغداد فقط خراب وتدمير وما بيها أي شيء معماري أو فني يستحق أو جمال يستحق التركيز عليه. الأعمال تأخذ وقت طبعا، يعني كل ما كبر العمل كل ما يأخذ وقت أكثر،
عندي أكثر بناية طولت بيها اللي هي كانت رئاسة جامعة بغداد، أخذت مني من 4 أشهر إلى 5 أشهر. مثلا البرج، برج بغداد أخذ 3 أشهر، الكنيسة أخذت 4 أشهر. طبعا يعتمد على تفاصيلها وعلى عدد العودان اللي مستعملة بيها، لكن كل ما صغر حجمه وقلت التفاصيل ربما شهرين أسبوع. عندي أكثر يعني أقصر مدة كملت بيها كانت 20 يوم. على مستوى الطموح الشخصي أنا أتمنى أن يكون أكو مكان معين تثبت بهاي الأمور، تتاح للعامة أنه يجون يتفرجون عليها. كذلك أفكر أنه نسوي نسخة من هاي بشكل أكبر، لكن ليش ما نخليها في حديقة عامة؟ أنا مفكر أنه فتشي اسمه يكون بانوراما بغداد، عبارة عن مكان تفتر بيه تشوف كل معالم بغداد ربما بطول الإنسان أو أكبر. تلقى نبذة عن هذا المكان، إنه شو وقت انبنى، شنو الهدف مالته، منو المهندس المعماري مالته. ربما تكون هذا الشيء مفيد لتعليم الأطفال، السفرات المدرسية، وكذلك السواح القادمين من الخارج، إنه يتعرف على تراث المدينة بشكل يعني تعرف أنت الشكل النظري تقريبا اللغة. الإنسان يحتاج إنه يشوف الفتشي قدامه، يحتاج يشوفها بشكل مجسم، يحتاج يلمسه، يأخذ وياه صورة توصل للفكرة بشكل أعمق.